اصبر علي شوي لتعتم الدنيا، لأنه خطتي رح بلش بتنفيذها بمجرد أنه ينام الكل. الهواء قوي كتير برجع، هاليوم شكله مو طبيعي بالمرة. انتي معك حق، حذرتي، هذا اليوم ما رح يمر علينا مثله. شو بدي اعمل بحالي؟ يا ترى شو رح يصير فيني اذا كشفتني مع دايرة كرمال ابن بري؟ مساء الخير، تحياتي لكم فردا فردا. حكولي شو عاملين اكل اليوم؟ بريم لوين رايح؟ تعال هون، عاملين الأكلية اللي بتحبها يا ابني، تفضل. بظن سونيانا فهمت علي شو كنت بدي أحكي، لهيك بلشت تتعامله بطريقة لطيفة. بتجنن. إذا ما عندكن اعتراض يا جماعة، حابة إني أقعد على هالكرسي. تجسفيني، أنا ما عاد أقدر أتحمل، ما رح أسمح لها تقعد على كرسي عمك. ليكي أنا عم حذرك بنتي. ماما لو سمحتي اهدي، كرمالي روقي. طبعا معلش، يلا فيكي تعدي وين ما بتحبي، يلا تفضلي عدي. شكرا. وبما أني ما قعدت أنا رح أقدم لك الأكل. تفضل. بريم عم يهتم فيه ومو شايفني بالمرة. ماما الحق معك وحاسة فيكي كمان. سارة وأخيرا شفتك عم تنقهري من جواتك. حاسة حالي عم أحلم. هالغبية مانديرا مبسوطة بحالها وكأنه هي صاحبة هالبيت ونحن الضيوف.